بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 29. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الآيات، هذه السورة الكريمة وهذه الآيات فيها بيان فضل ليلة القدر. وهذه الليلة في رمضان، هي إحدى ليالي رمضان، ولكن الله أخفاها لحكمة، وهي أن المسلم يجتهد في كل ليالي الشهر من أجل أن يحصل على ثواب الشهر وثواب ليلة القدر، تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده، لأنه يريد لهم الخير، يريد لهم الزيادة من الخير. وإلا فهذه الليلة هي في رمضان بلا شك، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. بين فقوله أنزل فيه القرآن بينه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وهي من ليالي رمضان. ومعنى إنزال القرآن فيها ابتداء إنزال القرآن فيها. والقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه، فيطلق على الآية الواحدة أنها قرآن، ويطلق على السورة أو السور أنها قرآن، ويطلق على جميع القرآن أنه قرآن. وهذه الليلة ذكر الله لها صفات عظيمة. أولا سماها ليلة القدر، وسماها ليلة مباركة. ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة، وهو تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، يقدر فيها ما يجري في السنة، ولذلك سميت ليلة القدر. يوضح هذا قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. معنى يفرق كل أمر حكيم يقدر فيها ما يجري في السنة على جميع الناس وعلى الأفراد في هذه السنة. فمن شرف هذه الليلة أن الله خصها بإنزال القرآن فيها، ومن فضلها أنها تقدر فيها مجريات السنة كلها، ومن فضلها أن الله قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تفخيم لها، تعظيم لها، وما عظمه الله فإنه عظيم. ومن فضلها أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. العمل في هذه الليلة واحدة، عمل الصالح في هذه الليلة خير وأفضل من العمل في ألف شهر. وألف الشهر إذا حسبتها بالسنين تزيد على 83 سنة، يعني العمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم وصفها بأنها تتنزل فيها الملائكة من السماء، تتنزل الملائكة بأوامر الله سبحانه وتعالى، وتتنزل على المؤمنين، تتنزل على المؤمنين في هذه الليلة لإيقاظهم وتنشيطهم على الصلاة والقيام والدعاء. والله ينزل الملائكة على المؤمنين في المواقف المهمة، نزل الملائكة بالوحي، نزل الملائكة بالروح من أمره الوحي،
على الرسل، وينزل الملائكة في القتال بين المسلمين والكفار، ينزل الملائكة تساعد المسلمين وتقويهم على قتال أعدائه الكفار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تنزل الملائكة في الجهاد في سبيل الله تقوي المؤمنين وتؤيدهم وتثبط الكفار. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فتنزل الملائكة في المعارك بين المسلمين والكفار لتقوية المسلمين وتأييدهم وتنشيطهم، وتنزل لإلقاء الرعب في قلوب الكفار. تنزل الملائكة، وتتنزل كذلك في ليلة القدر مثل ما تتنزل في الجهاد لتقوية المسلمين وإيقاظهم تنشيطهم على القيام والدعاء في هذه الليلة. فتجد أهل الإيمان في هذه الليلة نشطاء، لا يميلون إلى النوم والكسل، وإنما يرغبون في القيام والركوع والسجود والدعاء توفيق الله سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح. الروح قيل إنه جبريل عليه السلام يسمى بالروح الأمين. تتنزل الملائكة والروح، أي الملائكة وجبريل عليه السلام. وقيل الروح نوع من الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، نوع من الملائكة يسمون الروح، أو هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فالملائكة إنما تنزل بأمر الله جل وعلا. ثم أخبر جل وعلا أنها كلها سلام من أولها إلى آخرها، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر، تنتهي الليلة بطلوع الفجر من أولها إلى آخرها، وهي سلام سلام من الذنوب والشرور والآفات على أهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل الفسق فليست سلاما عليهم، إنما هي سلام على أهل الإيمان والطاعة والرغبة فيما عند الله عز وجل. وفي الآيات الأخرى وصفها بأنها مباركة، مبارك العمل فيها، لأنه العمل فيها عن العمل أكثر من العمل في ألف شهر، العمل فيها مبارك مضاعف في ليلة مباركة. ثم قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر فيها أعمال السنة، وهذا شرف لها وبيان لفضلها. فهذا يستدعي من المسلم أن يهتم بتحري هذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويعتكف العشر الأواخر تحريا لها، لأن من ظفر بها وأدركها ووفقه الله للعمل فيها حصل على أكثر من العمل في ألف شهر، وألف الشهر عمر كامل 83 سنة وزيادة أشهر. قليل من الناس من يعمر إلى 83 سنة، فالعمل فيها خير من العمل في العمر الطويل 83 سنة وأشهر. ينبغي للمسلم أن يتحرى. وكما ذكرنا أن الله أخفاها، أن الله جل وعلا أخفاها في هذا الشهر، كل ليلة من ليالي رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، وهذا مما يستدعي من المسلم أن يجتهد في كل ليالي رمضان. ولكنها أحرى ما تكون، وليس هذا على سبيل الجزم، وإنما هو سبيل التحري، أحرى ما تكون في العشر الأواخر، وتكون في الأوتار، في الأوتار من العشر الأواخر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار أحرى ما تكون في الأوتار. قد اختلف العلماء في تحريها، منهم من يقول إنها هي ليلة 21، ومن يقول إنها ليلة
23، منهم من يقول إنها ليلة 27، وهذا الأخير أرجح والله أعلم أنها ليلة 27، وإن كان يحتمل أنها في غير 27، لكن أرجح ما يكون تحريا لها أنها ليلة 27. ثم إن عمل المسلم لا ينحصر في ليلة واحدة أو في شهر واحد، عمل المسلم مستديم من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، ولكن هذه المواسم زيادة، زيادة خير له يضيفها إلى عمره، يضيفها إلى عمره، فهي زيادة خير له لا على أنه يقتصر عليها فقط. فالمسلم لا يمل من فعل الخير ولا يجعل عمله موقتا بليلة أو بشهر أو بأسبوع أو بيوم، لا، المسلم دائما يعمل، دائما يعبد الله عز وجل. هذه ثمرة الحياة، ثمرة الحياة العمل الصالح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالعمر إنما يفرح به في طاعة الله، أما العمر الذي يخلو من طاعة الله فهو وبال على صاحبه، لو لم يعش لكان أحسن له. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فطول العمر مع الأعمال السيئة وبال على صاحبه، لو سلم منه لكان أحسن. أما المؤمن فطول العمر مع العمل الصالح خير له، خيركم من طال عمره وحسن عمله. والسلف الصالح ما كانوا يفرحون بطول العمر إلا لأجل العمل الصالح، ما هم يفرحون بطول العمر من أجل الأكل والشرب والتجارة، وإنما يفرحون بطول العمر بالعمل الصالح. يروى أن داود عليه السلام مر بجنوده، لأنه ملك، نبي وملك، مر بجنوده العظيمة وإذا برجل جالس كبير السن، فقال: ما أعظم ما أوتي داود، سليمان، ما هو داود عليه السلام، سليمان بن داود، قال: ما أعظم ما أوتي ابن داود، يعني سليمان عليه السلام. فسمعه سليمان، ذهب إليه وقال: ماذا تقول؟ قال: أقول: ما أعظم ما أوتي ابن داود. قال: ويحك، تسبيحة في صحيفة مسلم خير مما أوتي ابن داود. تسبيحها الواحدة خير من الملك والجنود والثروة، تسبيحها الواحدة تكتب في ديوان العبد المؤمن خير من ملك سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. الحاصل من هذا أن العمر إنما يفرح به المؤمن لعمل الصالحات، لا يفرح به للأكل والشرب وجمع المال، لأن هذا زائل، وإنما الذي لا يزول ويبقى ويضاعف هو العمل الصالح. هذه الثمرة من حياة الإنسان، العمل الصالح، سبح الله ويذكره ويصلي ويصوم ويجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويطلب العلم، هذه الثمرة من حياة المسلم. هذه الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الحياة الطيبة في العمل الصالح، أما الحياة في العمل السيء فهي حياة رديئة ليست طيبة. والإنسان يعيش ما يعيش من هذه الدنيا، ولكن لا يبقى له من عمره إلا ما قدم لآخرته. يقول ابن آدم: مالي ومالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق فأمضى، إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. ماله من ماله إلا هذه الأمور، وما عداه فهو لغيره، ما عداه فهو زائل وتاركه لغيره. الحياة، حياة المؤمن خير له وخير للبشرية. ولو خلت الدنيا
من المؤمنين لو خلت الدنيا من أهل الإيمان لدمرها الله على أهلها، وإنما تبقى ببقاء أهل الإيمان. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. إذا خلت الدنيا من أهل الإيمان حينئذ آن خرابها وزوالها. فالمؤمنون خير لأنفسهم وخير لأهل الأرض، لأنهم يعمرون الأرض بطاعة الله وذكر الله عز وجل، فوجودهم خير، خير لأنفسهم وخير لغيرهم، وخير حتى للدواب والبهائم والحشرات، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل الأرزاق والأمطار بدعوات هؤلاء ورحمة بهؤلاء. الحاصل أن ليلة القدر ليلة عظيمة، وهي غنيمة لمن وفقه الله لها وأعانه على استغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، تضاف إلى حسناته وتكون زيادة على عمله المستمر، زيادة على عمله المستمر، لا أنها تغني عن العمل في غيرها كما يفهم بعض الجهال، يقول أنا إذا قمت ليلة القدر تكفيني. ليلة القدر إنما هي خير لأهل الإيمان والعمل الصالح المستمر. أما الذي لا يعرف الله إلا في ليلة القدر أو في شهر رمضان فقط، فهذا لا يعرف الله عز وجل. الواجب أن الإنسان يعرف الله جل وعلا بالعمل الصالح في كل حياته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإدراك هذه الليلة والعمل الصالح فيها، وأن يجعلها زيادة لنا من الخير ومنبهة لنا من الغفلة. ربما يتوب الإنسان في هذه الليلة توبة مستمرة، يتنبه ويتوب، فتكون خيرا له وموقظة له للمستقبل. لكن الذي ينام عنها، يتكاسل عنها، وتكون هذه الليلة وغيرها سواء، هو في لهوه سادر ولعبه وغفلته، هذا لا يستفيد من مواسم الخير ويحرم منها. هذا مثل المريض، الذي تقدم عنده الأطعمة الشهية ولا يستطيع يأكل منها بسبب المرض، هذا مثل المريض، تقدم له ليلة القدر، تقدم له مواسم الخير ولا يستفيد منها، لأنه مريض القلب، فلا يستفيد من مواسم الخير إلا من قلبه حي، إلا من في قلبه إيمان. وإلا فليلة القدر تمر على كل الناس، تمر على كل من على وجه الأرض من بني آدم، لكن من الذي يستفيد منها؟ لا يستفيد منها إلا أهل الخير وأهل الإيمان. أما أكثر الخلق فلا يرفعون بها رأسا ولا لها قيمة عندهم، لأنهم محرومون، مرضى، لا يجدون لذة العبادة ولذة الطاعة، ما يجدون لها طعما ولا لذة، لأنهم مرضى مثل المريض اللي ما يدرك طعما الطعام لمرضه. هؤلاء مثل المرضى، مرضى قلوب وليسوا مرضى أبدان، مرضى شهوات وشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب سبحانه وتعالى، وأن يمتعنا وإياكم على طاعته ونيل مرضاته، وأن يجعل الحياة مغنما لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول هناك من يشتغل ليلا أحيانا مثل الخباز إلى ساعة متأخرة بحيث يصبح الظهر، بحيث يضيع الظهر
والعصر بسبب النوم إذا رجع. يا أخي المؤمن ما يضيع نفسه كذا يصير مثل البهيمة يفني حياته للعمل في الدنيا ويترك عمل الآخرة. لا، المسلم يعمل في الدنيا ما يخالف، يعمل ويطلب الرزق، لكن ما يضيع آخرته، يضيع صلاة الظهر وصلاة العصر. وش بقي عنده إذن؟ ما بقي عنده شيء، ولو جمع الدنيا كلها ما هي بشيء. إذا ضيع الظهر والعصر وش بقي عنده؟ لماذا هو حي؟ فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. المسلم يعمل يطلب الرزق، ولكن إذا جاء وقت الصلاة ترك العمل وذهب للصلاة، وإذا انتهت الصلاة يرجع لعمل، فيعمل لدنياه ويعمل لآخرته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعلى المسلم يحافظ على دينه، لو أدى الأمر إلى أنه يقدم حياته لأجل دينه، يقدم حياته لأجل دينه ويحافظ على دينه، ولو قتل ولو ضرب ما يخلي دينه أبدا، ما يتخلى عن دينه، يضيع العصر والظهر، هذا التخلي عن الدين، هذا تضيع الدين. نعم. هذا يسأل: إذا الشمس غابت وراء جبل، إذا غابت ما غابت وراء جبل، ما غابت، تغيب الشمس في الأفق، في الأفق ما هو وراء الجبل ولا وراء العمارة ولا وراء المرتفع، إذا غابت في الأفق، أفق الأرض غابت عن نصف الكرة، غابت في الأفق وأقبل الليل، علامة إقبال الليل من المشرق، يقبل ظلام أسود من المشرق، حينئذ هذا غروب الشمس، يفطر الصائم. أما إنه تغيب وراء جدار، وراء كثيب، وراء بناية، وراء جبل، هذا ما هو مغيب. نعم. هذا يسأل عن علاج المرأة يعالجه رجال، أو الرجل تعالجه نساء، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، وإلا فالرجال يعالجهم رجال والنساء يعالجها نساء، إلا إذا دعت ضرورة قصوى إلى أن يعالج المرأة رجل أو العكس، فالضرر له حكم، الضرورة لها حكم، إلا ما اضطررتم إليه. نعم. هذا يسأل، يقول: رجل اعتمر ولم يقصر ولم يحلق رأسه، ويقول أن هذا ما هو بلازم، يقول أنه ما هو بلازم الحلق والتقصير. الحلق والتقصير للمعتمر نسك من مناسك العمرة، وهو واجب لا بد منه. تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. في المرة الرابعة، الحلق أو التقصير في العمرة وفي الحج نسك لا بد منه، وهذا الجاهل يقول: لا، ما هو بلازم. نعم. هذا ما كمل عمرته، ما أكمل العمرة. نعم. هذا يسأل، يقول: أنه سبق أنه خلع ضرس أو خلع سن، وأنه لما دخل رمضان أنه يجد شيء من الدم يتسرب، ما يضر هذا، ما يضر الصيام، لكن اتفل الدم هذا أو الصفرة، ارفضها، لا تبتلعها ولا تضرك إن شاء الله. هذا مسألة اللي تخلف من العمرة إلى الحج، هذا حسب الأنظمة، أنا ما لي دخل فيه، إذا سمحت له الأنظمة أنه يتخلف، وإلا يلزمه أنه يعمل بالأنظمة ولا يتخلف. نعم. هذا يسأل، الظاهر من سؤاله أنه يسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة أو هي بسنة؟ جلسة الاستراحة إذا قام من الركعة الأولى للثانية يستريح شوي، إذا قام من الثالثة إلى الرابعة
هذه محل خلاف بين العلماء، والمشهور والراجح أنها ليست سنة، وإنما هي للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليها لمرض أو لكبر سن احتاج للاستراحة يعملها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه الصلاة والسلام، هي تعمل للحاجة ما هي بتعمل على أنها سنة. هذا يسأل يقول هل إخفاء ليلة القدر من أجل عقوبة للأمة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحى رجلان رفعت يعني رفع العلم بها، قد يكون هذا، وقد يكون الحكمة أن الله أخفاها من أجل أن المسلم يجتهد في جميع الليالي ويتزود من الخير. هذا تكرر السؤال عن حجز المكان في المسجد. حجز المكان للإنسان اللي في المسجد جالس وذهب لحاجة ويرجع سريعا، حاجة عارضة ويرجع سريعا، لا بأس أنه يحجز. أما الإنسان اللي يحجز ويروح لأشغاله ولأعماله أو يروح ينام ثم إذا جاء يأخذ المكان، لا يجوز هذا. المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، إنما يباح الحجز لمن كان في المسجد ولكن عرض له حاجة راح يتوضأ ويرجع، أو حاجة سريعة ويرجع، من قام من مكانه ثم رجع سريعا إليه فهو أحق به. نعم، لأنه في حكم الجالس. أنا يسأل عن حكم الوضوء بماء زمزم، لا بأس بالوضوء من ماء زمزم، ولكن الفقهاء يكرهون الاستنجاء به وغسل النجاسة به لأنه ماء شريف فلا يمتهن بغسل النجاسة. أما الوضوء فلا بأس، لكن ما يفعله كثير من الناس الآن يتوضؤون من أزيار الشرب، هذا ما يجوز، لأن هذه الأزيار إنما جعلت للشراب ما جعلت للوضوء. الوضوء له أمكنة، له دورات مياه عن جوانب الحرم، أما الماء المجعول في هذه البراميل أو هذه، هذا للشرب ما جعل للوضوء. أيضا يوسخ المسجد، يوسخ المسجد في الماء، فلا يجوز هذا. يطلع يا أخي للدورات المياه ويتوضأ. نعم، ألا يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟ يباح لبس خاتم الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة، أمره أن يأتي بصداق، فذهب ولم يجد شيئا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. لكن بعض العلماء يكرهه، يقول لأنه حلية أهل النار، حلية أهل النار، يكره كراهة التنزيه ما هو كراهة التحريم. نعم، هذا يسأل عن اللي يجلس في آخر يوم الجمعة يدعو يتحرى ساعة الإجابة، هذا شيء طيب، لكن يقول ساعتين، لا، هي ساعة قليلة، هي لحظة قليلة، ما هي، هي لحظة قليلة، ما هي تجي ساعتين ولا ساعة، هي لحظة قليلة، وأرجى ما تكون آخر اليوم عند غروب الشمس. نعم، هذا يسأل عن اللي يلبسون ملابس النوم ويجون للمسجد، ينبغي للمسلم يتجمل للمسجد والصلاة، يلبس ملابس الزينة، ما يلبس الملابس ملابس النوم أو الملابس البذلة، إنما يتجمل للمسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأقل شيء ستر العورة، وما زاد فهو من الجمال، والجمال مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال. أنت لو تذهب الحفل، لو تذهب الحفل مجتمع للناس، هل تذهب بثياب النوم؟ إذا بغيت تروح الحفل تلبس أحسن ثيابك، فكيف تجي للمسجد اللي هو مجمع الملائكة ومجمع عباد الله الصالحين، وأنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تقف بين يديه، كيف لا تتهيأ التهيؤ الطيب لهذا الاجتماع؟ ألا يسأل أنه خرج منه المني بشاوة، إن كان قصده الصيام بالنهار هو يقضي اليوم، عليه قضاء هذا اليوم لأنه فسد صيامه بذلك. هذا يسأل عن المعتكف إذا خرج لأجل الحجامة، لا، الحجامة ما يصلح يخرج له، يأجل الحجامة إلى ما بعد نهاية الاعتكاف،
وأيضا الحجامة وهو صائم ما تبطل الصيام، الحجامة تبطل الصيام، فهو يأجل الحجامة إلى ما بعد رمضان وبعد الاعتكاف. هذا يسأل عن رجل جامع زوجته وهي حائض عدة مرات، ماذا عليه؟ عليه عن كل مرة التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا، وعليه الكفارة أن يتصدق بما يعادل مثقال من الذهب أو نصف مثقال من الذهب. نعم، عن كل مرة كفارة. هذا يسأل عن المال الذي يؤخذ من بيع الدخان، بيع التمباك، الدخان حرام، لأن الدخان هذه المادة الخبيثة حرام وثمنها حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الدخان ولا يجوز بيع ولا يجوز ثمنه، والمسلم يطلب الرزق بغير هذه المهنة الخبيثة الرديئة. هذا يقول إذا أردت أن أعتمر عن والدي، أولا والدك هو حي ولا ميت؟ إن كان ميت فلا بأس تعتمر عنه. وصفة العمرة عن الغير مثل صفة العمرة عن نفسك، تحرم بنية أن هذه العمرة عن فلان، بالنية عند الإحرام تنويها عن فلان اللي تريد. وأما التلفظ فليس بلازم، إن لبيت وقلت لبيك عن فلان لا بأس، وإلا تكفي النية في القلب. هذا يسأل عن حكم شراء الملابس جديدة للعيد. طيب، هذا تزين للعيد، هذا طيب، لأنه يوم عظيم ويوم احتفال للمسلمين ويوم سرور وفرح، وكونك تتجمل بالملابس والطيب وطيب، هذا شيء طيب عملا بالسنة. نعم، وإلا على الأقل إذا لم تقدر على شراء جديدة تغسل ملابسك وتنظفها. هذا يسأل عن اللي يركب المكيف ويشبكها على التيار العام حتى لا يكون عليه صرفية، هذا لا يجوز، لأن هذا الكهرب ملك لشركة تستثمر فيه، ملك لشركة تستثمر فيه، لا يجوز لك أنك تستغل هذا الكهرب مجاني، تبيعه على الناس بيع صرفية، وله للدولة، الغالب أنه لشركات، وحتى له للدولة ما يجوز لك، لأن ولي الأمر ما رخص لك بهذا، لكن الغالب أن هذه شركات من الناس يطلبون الرزق والاستثمار، فلا تأخذ ملكهم بغير ثمن. يسأل لأنه هل يأخذ عمره بعد الاعتكاف في أيام العيد؟ يخالف لا بأس، إذا أنهيت اعتكافك فلا بأس أنك تأخذ عمره. نعم، هذا تكرر السؤال هذا، إنهم اللي يدرس القرآن يشترط أنه يحلق لحيته ويسبل ثيابه في بعض الدول. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا ما تحصل على دراسة القرآن إلا بالمعصية فدراسة القرآن تأجلها إلى وقت آخر أو مكان آخر مناسب ليس فيه الإجبار على المعصية. نعم، ما يجوز الاعتمار عن الشخص الحي القوي الذي يقدر على المجيء، ما يجوز يعتمر عنه ولا يحج عنه، يأتي هو. أما اللي ما يستطيع، يعني عاجز عجزا مستمرا لكبر وهرم أو مرض مزمن، فلا بأس أن تعتمر عنه عمرة الإسلام وتحج عنه حجة الإسلام. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.